التهم المسندة إليه حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي حشيش خلاف الأحكام المادة 9000 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. جرم دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلاف الأحكام المادة 153 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتعديلاته. طبعا وقائع الواردة في قرار الظن تتلخص على النحو التالي: أن الظنين إسرائيلي الجنسية وبتاريخ 29/10/2019 ولرغبته بدخول الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة فقد أقدم على اجتياز الحد الفاصل بين أراضي المملكة الأردنية الهاشمية قادما من دولة إسرائيل، حيث تم التعامل معه وحسب قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية من قبل حراسات كتيبة الإمام علي الآلية الثامنة ضمن منطقة الواجب، وعثر بحوزته بعد تفتيشه على سيجارة من مادة المرجوانة المخدرة كان يحوزها لغايات تعاطيها، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 421 دولار أمريكي و 27190 شيكل بداخل حقيبة ضبطت بحوزته. وعلى أثر ذلك جرت الملاحقة بعد أن تم تنظيم ضبط بالواقع. البيانات اللي أوردتها النيابة العامة لغايات إثبات التهمتين المسندتين للظنين تمثلت بالبيانات التالية: الرائد محمد علي سلامة من مرتب الأمن العسكري، الرائد أحمد محمد عفنان من مرتب كتيبة الإمام علي الآلية الثامنة، الضبوط المنظمة الضبط المنظم المبرز نون اثنين، وإفادتا الظنين لدى المحقق والمدعى العام، وتقرير المختبر الجنائي بنتيجة فحص المواد التي عثر عليها بحوزة الظنين، وملف القضية التحقيقية رقم قاف 457/2019 بكامل محتوياته. اسألوا بالله، مذنب ولا غير مذنب؟ بالتهم المسندة. احنا بالدولة الأردنية محظورة، واحنا بنحاسب حسب وضع المواد المخدرة داخل إقليم المملكة الأردنية الهاشمية. قلتي بالتهمتين المسندتين اللي هو حياز مادة مخدرة بقصد التعاطي، والتهمة الثانية دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة. طيب أنا غير مذنب، أجاب علما بأنني أتعاطى المواد المخدرة بين قوسين المرجوانة في دولة إسرائيل، كونها غير محظورة هناك، والسيجارة اللي عثر عليها بحوزته كان جايبها من إسرائيل، وأن سيجارة المرجوانة المخدرة التي عثر عليها بحوزتي تعود لي وقد قمت بإحضارها من إسرائيل لغايات تعاطيها. وفيما يتعلق بالتهمة الثانية المسندة إلي، وهي
دخول أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بطريقة غير مشروعة فإنني مذنب بالنسبة لهذه التهمة. كيف دخل؟ حيث أنني وقبل حوالي 35 يوم تقريبا نعم تمكنت من اجتياز الحدود الفاصلة بين دولة الأردن ودولة إسرائيل. كيف اجتاز الحدود بالله؟ قادما من دولة إسرائيل، وذلك بعد أن كنت قد وصلت إلى الحدود بواسطة سيارة كان يقودها أحد أصدقائي على الجانب الإسرائيلي. كيف تمكن من اجتياز الحدود؟ ومشيا على الأقدام قمت باجتياز الحدود الفاصلة بين الدولتين متوجها إلى الأراضي الأردنية، وبعدين تم اكتشاف أمره من القوات المسلحة العاملة هنا. وبعد دخولي الأراضي الأردنية تم اكتشاف أمري من قبل عدد من أفراد القوات المسلحة العاملين هناك، وقد عثروا بنتيجة تفتيشي شو عثروا بحوزته؟ على كمية من النقود، وثائق ومصاري وتلفونات وبعض الوثائق الشخصية والهواتف الخلوية. قل له اهدى وجاوب وانت هادي. لا لويش ينرفز، ما في داعي ينرفز. اهدى، قل له اهدى. هو لازم يفهم معلومة. أنا ما بهمني شو وضع المخدرات في دولة إسرائيل، أنا بهمني لغايات التجريم والإدانة شو وضع المخدرات عندنا في الأردن. طيب فهموا أنه تم تأجيل الجلسة بناء على طلب المدعي العام لغايات إحضار شهود النيابة لبكرة.